من خلال جمع عام استثنائي استعجالي اللي هذا الجمع العام طلبوه على حساب البند 9 منظومة الأساسية ديال التعددية، طلبوه واحد المجموعة ديال أو الأغلبية يعني 12 من 15 طلبوه أعضاء مجلس الإدارة. أعضاء مجلس الإدارة عندهم الحق يطلبوا جمع عام استثنائي، واللي كان عندهم كنقطة في جدول الأعمال هي انتخاب رئيس جديد. علاش؟ حيت كان الرئيس اللي كان قبل الحاج يونس الفنان الكبير اللي تنقدم ليه التحية من هذا المنبر والتقدير والاحترام الكامل، واللي هو اتصل بيا وهنئني، وغادي نشتغلوا جميع في اطار التعاضدية وفي اطار المشاريع المقبله، حيت كاين واحد حزمه المشاريع اللي ناويين ان شاء الله نديروها في اقرب وقت. وبدينا الاتصالات في هذا المجال، ودينا اتصالات مع المؤسسات المانحه ومع السلطات ومع واحد المجموعه ديال المؤسسات باش نبداو هذه المشاريع. يعني انا غادي ندوز ان شاء الله بمعيه واحد المجموعه ديال الاخوان اللي تيشتغلوا معنا من المكتب ومن خارج المكتب، اللي غادي ندوزوا لاكسيون. الجديد اللي كاين دابا في التعاضديه هو اننا انتخبنا داك المنصب الشاغر ديال الرئيس، والحمد لله ان تجمعنا على كلمه واحده. الجمع العام كله الناس اللي كانوا في الجمع العام على أمزيل اللي هو رجل الساعه، رجل مثقف، رجل رزين، رجل يتخذ القرارات بواحد الرزانه بواحد الهدوء، ماشي انسان اللي هو يا مزاجي او لا متسرع او لا وحنا فرحانين به. والحمد لله اننا من النهار اللي درنا الجمع العام وحنا يوميا اجتماعات، وعندنا يعني مشاريع الحمد لله جايه في الطريق اللي هي انا ما نبغيش نقولها باش ما نضربوناش بالعين ياك لا تنضحك، ما نقولوهاش حتى تطبق. اما كاينين واحد المجموعه ديال المشاريع حنا تنخدموا فيها وكنجريو يوميا، عندنا اجتماعات. يعني ماشي عندنا واحد المكتب اللي هو ما غنقولش لك ان مكتب خاوي، مكتب عنده ما يتقال، عنده اهداف، عنده مبادئ. يعني الا عندي انا شي مبدا كنتشبت به الحمد لله، وحنا باغيين غير الخير لهاد التعاضديه. ما عندنا حتى ربح في هادشي اللي خصو يعرف الجمهور كله باننا حنا خدامين اون بينيفول وحنا فرحانين الحمد لله. انا كيف تنقول للناس كيقولوا لي تنقول لهم صدقه جاريه دايره عليا وعلى ولادي وعلى هادي، اللي الواحد كيدير الخير ممكن يلقى الخير لولادو لاي واحد. حنا خدامين لهاد الناس المنخرطين والمنخرطات باش نزيدوا بالتعاضديه للقدام. نهايه الولايه ديالتنا ان شاء الله غادا تكون في الاخر ديال ديسمبر 2020. حنا تنهيئوا المؤتمر يعني بواحد الاريحيه بواحد الثقه في النفس، وتنتمنوا انه يكون مكتب سواء بينا او لا بناس اخرين يكون في المستوى اللي ممكن ياخذ المسيره وياخذ المشعل يزيد به القدام. هذا هو اللي حنا باغين.